انا انضميت للمنتخب بالصدفه. اولا يعني انا رحت مع كابتن حسن شحاته اول تجمع. الكابتن حسن كان جاي مؤقت يمسك المنتخب، كان ماتشين في الاجنده الدوليه، كان ماتش بلغاريا وماتش اوغندا. ما رحتش ماتش بلغاريا اول ماتش، ما رحتش تاني ماتش اوغندا، كان في اصابات كتيره جدا في المنتخب. كان رحت طبعا يعني كابتن حلمي طولان رشحني الكابتن حسن ان انا اروح الماتش ده وابقى موجود. رحت طبعا على اساس بكمل العدد او كماله عدد المنتخب. في التمرين كابتن حسن اتكلم معايا وشافني بعد التقسيمه الاولانيه والكلام ده في اول تمرينه. كان الماتش تاني يوم على طول، انا رحت رايح المعسكر والماتش تاني يوم والمعسكر شغال اصلا. فروحت قال لي خلي بالك عشان انا هلعبك بكره، لو لعبت هتعمل ايه؟ قلت له عادي يا كابتن، كانه هلعب زي ما لعبت في التمرين كده. فقال لي طيب شد حيلك والكلام ده. لعبت اول ماتش من وقتها بقى ماتش اوغندا، يمكن كسبنا الماتش ده 3-0. كان لعبت حوالي نص ساعه، صنعت هدف لمحمد شوقي في الماتش دوت. ومن ساعتها بقى كابتن حسن كان خلاص هيمشي تاني يوم الماتش، هيسيب المنتخب ويمشي. فحظي الحلو ان هم جددوا الثقه بقى في كابتن حسن وكمل، وفضلت موجود بقى. كملت مع كابتن حسن لحد 2011، لحد ما مشي. في وقت من الاوقات كان بيجيب لعيبه كتير للمنتخب، كانوا بيجوا المنتخب ويمشوا وانا موجود. ممكن هم يجوا يلعبوا الماتشات وانا موجود ما بلعبش، المعسكر اللي بعده وانا اجي وهم يمشوا، الناس اللي لعبت. لدرجه هو اتكلم معايا في النقطه ديت، هو وكابتن شوقي غريب الصراحه، قالوا لي احنا لو اي بطوله هنروح ومعانا 14 لعيب انت هتبقى من ال 14 اللي موجودين. ماتش البرازيل طبعا، ماتش الجزائر في مصر هنا. الماتشين دول مش هنساهم يعني، ماتشين من الماتشات الكبيره. وكنت دايما انا تغيير في الدقيقه مثلا 70 60، اول الشوط في الدقيقه 55 كده كان كابتن حسن على طول للتغييره، كان بين الشوطين على طول يقول لي انت عارف يعني، اللي هو بعد اول ما الحكم يصفر الفرقه كلها بتسخن وانا اسخن اجمد شويه، اجمد من الناس شويه على اساس ان انا ابقى جاهز للملعب وكده يعني.